نتائج البكالوريا في موريتانيا: زيادة تصاعدية لنسب النجاح مقارنة بالعام السابق. فوفق أرقام رسمية، فإن عدد المشاركين في الدورة العادية للسنة الحالية بلغ 43,967، بينما بلغ عدد الناجحين 10,422. بنسبة نجاح مئوية وصلت 23.7 مقارنة بالعام الماضي، حيث توقفت عند حدود 15%. غير أن وزير التهذيب الوطني المختار ولداهي يتوقع أن تصل النسبة النهائية بمجموع الدورتين الأولى والثانية حاجز 37%، وهي نسبة نادرة منذ عقود. ورغم ذلك، فإن مراقبين يرون أن النسبة تبقى متدنية، تدني لا يعدم ما يبرره. فمن حين لآخر تبرز شكوى من التلاعب المحتمل بالتصحيح والنتائج. أنا عبد الرزبك وشاجي من الزملاء وشاجي من المراقبين ورسالة الشهود وموقع على جميع المواد اللي أنا معدلها في البكالوريا، وتمي تركتيا انحاني النتائج انخاور كتيا درت رقمي تسجلي نيذا هو اللي دايرين لي لأني غايب عن الامتحان وما دون لي معدل صفر. هذا ما هو منطقي، هذا ما هو منطقي فعلا. أنا على جميع موادي وموقع عليهم وإذا ما لي ما يصح. ومؤخرا تواصل التحقيق في حادثة ورقة أحد التلاميذ بولاية نواكشوط الجنوبية حصل خطأ على صفر بدل نتيجة 36 إلى ثبوت دعواه. وقالت الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني بالولاية إن تفسير المصححين غير مقنع واتهمتهما بالإهمال، فيما ردت إحدى نقابات التعليم بالقول إن وزارة التهذيب تعتمد مع المعلمين سياسة الكيل بمكيالين وتعتبرهم الحلقة الأضعف، مضيفة أن الجهات العليا تتحمل المسؤولية قبل المصححين وأن العقوبة يجب أن تطال الجميع. ويبقى سؤال التصحيح مطروحا لدى التلاميذ مع كل امتحان إشهادي، ويظل إشكالا إلى جانب إشكالات جوهرية أخرى منها المناهج ولغة التدريس والغش وتدني المستويات.